طيب نمرة اثنين، ضلالة صوفية في التبرك. ضلال بعد ما انتهينا مسألة الدعاء، ضلال في التبرك ويتمسحوا بالقبور ومعاهم رجال، مقطع مؤسف جدا مما يدل على تقصيرنا نحن كدعاة إلى التوحيد والعقيدة. والله نحن مقصرين مع النازل. شغلوا ده اللي بيتبركوا بالقبور، وده في السودان يا جماعة، ده بلدكم دي. عشان كده البلد دي ما بتتقدم إلا النازل يتوبوا ويرجعوا من الشرك الموجود ده. دي كلها قبب وقبور وأضرحة بغنوا لهم العطالة من الدراويش، والنسوان دي اللي قاعدين يتبركن وقاعدين يتمسحن بالقبور. شغل تمانية وبعدين بيشربوا مواية غسيل أرجل الشيخ كرعينه كمان. شغل عشرة. طبعا الشبهة الأولى عندهم في مسألة التبرك، بيقول لك الصحابة بيتبركوا كان ببصاق النبي عليه الصلاة والسلام وموية وضوء إلى آخر. الجواب: لا يقاس أحد بالرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم تبركوا به أقرهم، فصارت سنة إقرارية. ولكن فهم الصحابة الخصوصية فلم يتبركوا من بعد رسول الله بأحد، لا بأبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وهم أفضل البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم يتبركوا بهؤلاء
وهم أفضل من جميع من جاء بعدهم إلى يوم القيامة، دل ذلك على خصوصية التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام. الشبهة الثانية، وشبهة دي بروجوها كثير تلقوها في النت وفي مواقعهم ناشرينها، قصة تبرك الشافعي بقميص الإمام أحمد. والقصة دي نقلها ابن كثير في البداية والنهاية جزء 10 الصفحة 345-346، ونقل عن البيهقي إنه الربيع، وهو الربيع بن سليمان صاحب الشافعي، بعث قال بعثني الشافعي من مصر بكتاب مقفل يعني مكفول إلى بغداد إلى الإمام أحمد. قال فلما فتحه الإمام أحمد بكى وسالت عيناه، فقال هل فتحته؟ قال لا. قال ما فيها إمام؟ بعد ذاك حكى له إنه الشافعي قال أنا رأيت النبي في النوم صلى الله عليه وسلم، وقال لي بشر أحمد بن حنبل إنه حيبتلى بفتنة خلق القرآن، فإذا صبر ربنا حيرفع درجات. فقال الربيع للإمام أحمد أعطني حلاوة البشارة، أعطني حلاوة البشارة. قال فنزع قميصه أو عباءته القميص فأعطاه إياه، فذهب بها إلى الشافعي ورجع إلى مصر، فقال له الشافعي بله بالماء وآتني به حتى أتبرك به. أتبرك بشنو؟ بقميص الإمام أحمد بن حنبل. القصة دي باطلة مكذوبة. قال الذهبي في سير علام النبلاء جزء 12 صفحة 587-588، قال وأما ما يروى أن الشافعي بعث الربيع بن سليمان إلى بغداد بكتابه إلى أحمد بن حنبل فغير صحيح. قال ولم يكن الربيع ابن سليمان صاحب رحلة، أصل ذاته ما ارتحل ولا سافر ذاته، قاعد بس في مصر مع الشافعي، ما طلع ذاته ولا مشيحت لا بغداد لا مبدل أي حتة، فده كلام باطل. الشبهة الثالثة قصة تبرك الشافعي بقبر أبي حنيفة، برضو بروج لها بشدة. أخرج الخطيب البغدادي من طريق عمر بن إسحاق بن إبراهيم قال نبأنا علي بن ميمون قال سمعت الشافعي يقول إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده فما تبعد عني حتى تقضى. الشافعي قال أنا بتبرك بأبو حنيفة وكل ما أجي قبره أدعو الله أي حاجة عند قبره حنيفة ربنا بيقضى لي، وأتبرك بقبره كمان. القصة دي أيضا غير صحيحة، لأن عمر بن إسحاق بن إبراهيم ليس له ذكر أبدا في أي كتاب من كتب الرجال، لا جرحا ولا تعديلا، ما في نهاية عمر بن إسحاق بن إبراهيم ما في، وفتشوا ما بتلقاه. هكذا ذكر العلامة الألباني رحمه الله، وأنا برضو قدر ما فتشت ما لقيت، وانت فتش ما في واحد اسمه عمر بن إسحاق بن إبراهيم. هتلقى واحد اسمه عمرو بن إسحاق بن إبراهيم، وده غير عمر ده الراوي هنا المجهول ده، وذاك أصلا ما أدرك هؤلاء. فالرواية دي رواية باطلة. وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية أبطل في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، أبطل الحكاية دي، قال أول حاجة الشافعي في كتبه بنهى عن التبرك بقبور الصالحين وبالصالحين، ده أول حاجة. ثاني حاجة قال الشافعي مشى مصر ومشى الشام ومشى الحجاز ومشى اليمن، وفيها ما فيها من قبور الأنبياء والرسل والصالحين والصحابة، فما تبرك بقبر واحد منهم. نمرة ثلاثة قال أصحاب أبو حنيفة كأبي يوسف وزفر ومحمد وغيرهم، ما في واحد من أصحاب أبو حنيفة جلى قبر أبو حنيفة يتبرك به أصلا. أربعة ابن تيمية قال ما عرف التبرك بالقبور أصلا في العصر العاشر والشافعي، المسألة دي ما كان معروف في العصر ذاك. ولو فرضنا إنه شافعي تبرك فهل ده دليل؟ ما دليل، إنما الدليل في الكتاب والسنة، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي عليه الصلاة والسلام، والقصة باطلة غير صحيحة. طيب
آخر شبهة في مسألة التبرك نختم بها عشان نصلي، شبهة لمس عمر بن الخطاب للحجر الأسود وقال إنك حجر لا تضر ولا تنفع، فقال له علي بن أبي طالب بلى يا عمر إنه يضر وينفع. دي شبهة بروجوا لها برضو، جاب الكبيسي ذاك كان جابوا الكيزان في البلد، وذاك شيعي رافضي شبه الصحابة وصوفي ولافين بها الصوفية. القصة دي مكذوبة ما صحيحة أصلا، لأنه في إسناد عمارة ابن جوين وهو أبو هارون العبدي نقل الذهبي عن صالح بن محمد قال أبو هارون العبدي أكذب من فرعون، وقال شعبة لئن أقدم فتضرب عنقي خير لي أو قال أحب إلي من أن أروي عن أبي هارون العبدي. فده كذاب مجرم، والرواية دي أصلا مكذوبة. لحد عمر قال للحجر إنك لا تضر ولا تنفع، قال للناس لما لمس الحجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لحد هنا صحيحة، صحيح الألباني بصحيح الترغيب، لكن الزيادة إنه علي بن أبي طالب قال له بلى إنه يضر وينفع دي مكذوبة، لأنه في إسناد أبو هارون العبدي وهو عمارة ابن جوين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.